الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. سعيد أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير وكل سنة وأنت طيب. أنت طيب أخبارك إيه؟ الحمد لله حبيبي. الحمد لله تمام. رأيك في ماتش امبارح؟ ماتش امبارح اداني احساس كده وانطباع ان انت ايه تقدر تقول ان الاهلي يقدر يكسب باي 11 لاعب تحت اي ظرف. يعني انا وصلني احساس لي انا شخصيا ان فايلر يقدر يكسب وهو قاعد في البيت. يعني هو قاعد في الفندق ممكن في يوم من الايام كده يصحى مكسل مش قادر ينزل, فهو واثق ان هو هيلعب باي 11 لاعب يكسب. وده تطور ناتج عن اداء النادي الاهلي ولا عن ثقه في مستر فايلر؟ لا, ناتج عن تطور بنرصده في كل مرحلة وناتج عن قرايتنا لأفكار مستر فايلر. بمعنى أن الراجل كل مرة قادر أنه يفاجئنا بحاجة جديدة. يعني في ماتش المقاصة امبارح أنا شفت رغم أن الأداء مش قوي والأداء مش مذهل, لكن هو كل يوم يأكد لي أنه بيفكر أنه راجل مرن جدا, أنه راجل يقدر يفاجئني بحاجة جديدة. شفته امبارح بيلعب بطريقة لعب جديدة بعيدة خالص عن كل الشوط الأول. وظف لعيبة في أدوار غير أدوارها. خلينا نشوف ان هو طول الوقت بيفكر انه يكتشف حاجه جديده. يمكن الاداء مش مرضي بالدرجه اللي انت ترضى عنها او ان انت تبقى تتقبلها, لكن في النهايه انت بتحقق المكاسب ديت وانت غايب عنك فريق كامل وعندك راجل طول الوقت بيقدر يعني دايما بيبحث عن الجديد. فانا امبارح لفت نظري عجبني قوي فكره انه اولا فكر انه ازاي يوقف فريق المقصه, انه ازاي يوقف مرتدات فريق المقصه. فكان هنا فكره الاستعانه باحمد فتحي في كمدافع في الجهه اليسرى, وانه يبقى مدافع ثابت طول الوقت مع الاثنين مع المساكين رامي ربيعه ومحمود متولي مع حريه محمد هاني ان هو يتقدم. ففكره وجود ثلاث مدافعين طول الوقت كانت بتقتل المرتدات. هو قاري كويس جدا ميدو, عنده ميدو جابر وعنده محمد مسعد وبيكلي بيعملوا مرتده بشكل سريع, وعمرو مرعي لاعب سريع جدا فبيعرفوا يعملوا الهجوم المرتده. فهو كان قاري من البدايه ان انا هوقف مرتدات ميدو, عارف ان انا ميدو هيلعب على النقطه ديت, خاصه ان انا كاهلي عندي مشاكل في الثلث الاخير بسبب الاصابات. فمش هكون مستعجل ومش هسيب له المساحه ومش هخليه يروح يجيب الجون. فقدر بفكره احمد فتحي انه يوقف مرتدات المقصه باستثناء كره عمرو مرعي اللي كانت في بدايه المباراه كان لسه الفريق ما تمركزش بشكل كويس. المقصه ما قدرش يوصل, لكن الطريقه اللي لعب بيها امبارح كان فيها مشاكل هجوميه. يعني انا بشيد بان هو طول الوقت بيدور على جديد. ان هو عنده 9 لاعبين غايبين, ان هو عنده مشاكل كبيره جدا بسبب الاصابات, ورغم ده هو بيبتكر وبيقدم حلول جديده وبيقدر يحقق النتائج. ان النهارده 25 هدف تستقبل هدف وحيد العلامه الكامله. فلا انت رحت في شخصيه الاهلي بقت حاجه تانية خالص مع مستر فايلر. لكن كان في مشاكل في الهجوم, كان في مشاكل في الهجوم دي طبعا ليه؟ لان انت النهارده اعتمدت على علي معلول ومحمد هاني ان هم الظاهرين بالاساس في مركز وينجين. ومواصفات الوينج تختلف تماما عن مواصفات الظهيره والباك اللي طول الوقت بيجي من ورا, فبتبقى عمليه انه يعمل شغل وهو جاي من تحت كاشف الملعب تختلف تماما عن فكره وانت بتستقبل وظهرك للملعب. يعني الجناح دايما رمضان صبحي او حسين الشحات لما بيستقبل في الثلث الاخير وظهره للملعب بيبقى لاعب عنده ابتكار اكتر ومهارته بتبقى اعلى وجودته اعلى من جوده الظهير. فلما تطلب من علي معلول انه يقوم بالادوار دي في الثلث الاخير, او محمد هاني كمان لما انت حررته ان هو يطلع يعمل الادوار الهجوميه, خليت احمد الشيخ طول الوقت يدخل للقلب هو اللي بيقوم بالادوار الهجوميه. فكان صعب ان انت تعمل بديلين, تعمل من محمد هاني وعلي معلول بديلين لرمضان صبحي لكن حل لكن هو حل. انت انت انا بقول لك بيعجبني فيه انه طول الوقت انا مش عاجز, انا قادر, ومع ذلك بيحقق الانتصارات وبتحقق العلامه الكامله. فكون الراجل طول الوقت بيدور على الحلول دي لا طبعا حاجه تحسبه. كمان علي معلول لعب في صفاقس كتير جدا كوينج مش كظهير ايسر. يعني علي معلول ممكن لعب في الصفاقسي لكن دي لها ظروفها وليها انا قصدي ان هو بيجيد اللعب في المركز ده. يعني لا انا شايف ان علي معلول في الظروف الطبيعيه والظروف العاديه ما ينفعش خالص في المركز ده. لكن امبارح الظروف انت شايفها عاديه بالنسبه مش عاديه بالمره. بالزبط. انت النهارده 9 لاعبين, وبالمناسبه هو كمان فايلر بيقسم المباراه على جزئيات. هو شايف ان انا كنت ممكن ابتدي بشكل هجومي غير قوي لكن انهي بشكل قوي. يعني هو فكر ان انا طب لو انا ابتديت بجيرالدو من البدايه انا هنا ما عنديش مطور للاداء في الثلث الاخير. يعني لو جيرالدو امبارح بدا هو وليد سليمان, فانت هنا الثلث الاخير من الملعب مش هتلاقي اللي يبدل لك او اللي يعمل لك التحول المطلوب لو النتيجه اتعثرت. فهو بدا بالحل الاقل علشان يختم بشكل افضل, ويمكن هو عودنا في المباريات الاخيره انه دايما بيعرف يختم المباريات بشكل افضل. فعشان كده احتفظ بجيرالدو ووليد سليمان الجزء الاخير من المباراه وحصل التحول. هو كان عارف زي ما قلت ان هو ميدو هيلعب على المرتدات. ميدو
المباريات دي هي نقطه قوته، يعني هو طول الموسم ماشي بشكل سيء جدا، فالمباراه دي بتبقى نقطه تحول بالنسبه له، ممكن تفوقه فبتفوقه او كمان تفوق الفرقه. هو كمان ميدو من المدربين اللي بيحبوا الشو قوي وبيحبوا يلعبوا قدام الانديه الكبيره، يمكن هو نقطه يعني نقطه بانت قوي امبارح موضوع الشو ده جدا، يعني ساعات لما كان عايز يرمي رمي التماس هو بيحاول يقلد مورينيو، يحاول يقلد جوارديولا، بس خلينا نقول ان مورينيو وجوارديولا عندهم الرصيد الكبير بالزبط اللي يخليهم يعملوا ده، لكن انت ميدو احنا محتاجين الاول ان انت تقدم نفسك كمدرب بعد 5 سنين، عايزين نشوف تجربه تقول ان انت فعلا مدرب قوي وشاطر وعملت النتائج جيده، وبعدين ابدا اعمل بقى المداعبات، لكن تختصر حياتك على ان انت تعمل خناقه او تعمل لقطه او تعمل افيه وتعمل لسه بدري شويه. يعني انا شايف ان ميدو محتاج يعمل الاحترام طبعا للجميع، يعني بس هو محتاج يركز اكتر ان هو يبقى مدرب، يعني محتاج ان هو يتعلم، محتاج ان هو يعمل معايشات ويبقى مدرب الاول، بعدين ان شاء الله نعمل الشو، نعمل لقطات. انت شايف ميدو مش مدرب؟ يعني انا شايف ميدو في خلال 5 سنين حصل على فرص يعني تكفي عدد كبير جدا من المدربين. ميدو الواحد لما بيقعد يسمعه كمحلل، محلل كويس في الحقيقه، لكن هو فعلا على رايك هو على مستوى التدريبي كمدير فني ما قدمش لسه المطلوب من او متوقع من ميدو. يعني بص انا اقول لك حاجه، مصر المقصه 10 سنين استقرار، واحده من بين اهم الادارات المحترفه في الكره المصريه في ال10 سنين اللي فاتت. مشروع مصر المقصه مشروع قوي جدا طبعا. نجح في انه يقدم نتائج طيبه، نجح انه يلعب في بطوله افريقيا نجح ان هو يستثمر في بيع وشراء اللاعبين فعلا. يعني هو مشروع رياضي في كره القدم المصريه نجح جدا. كون انه يروح للمنطقه ديت ده اسوأ بدايه في تاريخ مصر المقصه، اسوأ بدايه في تاريخ مصر فشماعه ميدو دايما يقول لك اصل انا صاحب مشروع، ما هو المقصه ده فريق طول عمره صاحب مشروع ومشروع ناجح مع كل المدربين. ليه انت وصل معاك للمنطقه دي رغم ان انت فرقه فيها عناصر قويه جدا؟ ميدو جابر زي ما اتكلمنا عن عمرو مرعي وتشيم سبيكلي ومسعد، فريق قوي جدا، يعني فريق من الصعب ان انت تصنفه مع الانديه اللي بتصارع على الهبوط. فانا شايف ان ميدو نتائجه ابعد بكتير جدا عن كلامه في الاستديوهات التحليليه. هو محلل عظيم بيعرف يستخدم المصطلحات ويتلاعب بيها بشكل كويس جدا، فانت كمشاهد تحب تتلقى منه. انما في الملعب المدرب ليه مواصفات كبيره جدا، منها الاشياء مثلا، يعني انا عندي معلومه يا امير ان 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 احمد حسام ميدو في وادي دجله كان بيسهر للفجر مع لعيبه في اوضه اللبس بيتفرجوا على حاجات. يعني انا لعيب من لعيبي وادي دجله قال لي الكلام ده يعني في حضور زمايلي ممكن استشهدك بيهم، فده ما ينفعش ان بس اقعد اساعدني الحاجات ده انا عايز اقول الشخصيه مهمه جدا، ان انت تبقى قدوه للاعبيك علشان يستقبلوا منك وتبقى انت قدوه ليهم وتبقى مقنع بدرجه كبيره، فلازم يبقى في مسافه بينك وبينهم ولازم يبقى شايفينك ان انت النموذج. فهو محتاج يتعلم على المستوى الشخصي، محتاج يعرف ايه هي واجبات المدرب، محتاج شغل كتير جدا. كل الاحترام والتقدير طبعا لكل الشخصيات في الكره المصريه بشكل عام، لكن خلينا نتكلم معاك شويه عن الماتش امبارح واداء بعض اللاعبين. من اللاعبين اللي انت بتشوف ان هم ثبتوا اقدامهم في صفوف النادي الاهلي خصوصا في ظل الغيابات العديده من العناصر الاساسيه؟ أليو ديانج. أليو ديانج بيثبت كل يوم انه صفقه غير عاديه، لاعب هيبقى اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. انا متخوف عليه من تطوره اللي مش هيخليه يكمل في مصر ولا في افريقيا. يعني امكانياته الفرديه وقدراته تخليك تقول ان الراجل ده ما يكملش في افريقيا. يعني عنده قدره بدنيه عاليه جدا جدا، الاهلي كان مفتقده ويمكن الدوري المصري كمان مفتقد المواصفات ديت في قدرات البدنيه. اي صراع ثنائي يا امير مش ممكن، يعني قدره غير عاديه في ان انت اي صراع ثنائي بتفوز بيه. كم افساد للهجمات، استقطاع كرات بشكل دائم. الجميل انه بيعمل التكمله، يعني هو دايما محور الارتكاز. امبارح عمل اسيست كمان الجون الثاني لقفشه، عامل اسيست كويس جدا، عمل الاسيست وهو صاحب الفرصه الوحيده الخطره للاهلي في الشوط الاول، لان هو اللي كمل، كان عنده الجرعه بعد ما قطع وكمل في الهجمه وصل وانفرد بالجون. عشان كده انا بقول مع التطور هيبقى حاجه مرعبه. يعني الراجل ده مع القوه البدنيه ديت والقدره على ان هو يغطي عرض الملعب في المساحات الدفاعيه ورا الاثنين اللي بيصنعوا لعب، مع ان هو يتطور نفسه شويه في الثلث الامامي، الراجل ده هيبقى حاجه مختلفه تماما عن كل لاعبي الارتكاز اللي شفناهم في الدوري المصري في السنين الاخيره. واعتقد انه هيفيد الاهلي جدا جدا في الفترات اللي جايه. وده حصل امتى؟ يعني اللي يخليك متفائل اكتر انه حصل والاهلي مش في افضل حالاته، يعني في ظل غيابات كتير جدا. يعني انا التمس عذر لمروان محسن، انا مش معاه طبعا، بس التمس له عذر انه كمهاجم محتاج رمضان صبحي جنبه، محتاج حسين الشحات جنبه، محتاج الفرق في اعلى حالتها. لكن اشيد جدا بديانج انه في ظل الغيابات دي والفرقه مش في افضل حالاتها،
انه قوي كده وقادر يظهر بالشكل ده، وده يخليني يقول انه صاحب قدرات استثنائيه. يعني ايه؟ يعني مش لاعب منظومه بس، في لاعب منظومه اللي هو لو الفرقه فايقه انا فايق، الفرقه مش فايقه انا مش فايق، لكن ده رغم ان الفرقه مش في اعظم حالاتها وهو قادر كل مباراه انه يخليك تقول ان ده افضل لاعب في الفرقه. فاليو دانج انا شايف ان هو اهم حاجه في الاهلي في الفتره الاخيره واهم مكسب. ممكن ما عجبنيش طبعا مروان، ويعني حزين جدا مش على مروان بس، على مروان وكل مهاجمين مصر اللي يعني مش قادرين يتعلموا حاجه جديده. يعني لحد دلوقتي انا شايف ان هم كل مهاجمي الدوري المصري مواصفات المهاجم التسعينات. هل مروان فاقد الثقه في نفسه نسبيا ولا مش موفق مثلا، ولا انت بتشوف ايه من وجهه نظرك؟ فاقد الثقه في نفسه، لكن هو لعيب عنده قدرات، لعيب مميز ومهاجم مميز وكان هداف كتير في بعض الانديه في الدوري، لكن ايه اللي ممكن يكون بيمر بيه خلال الفتره الحاليه يعني؟ طيب هو فاقد الثقه طبعا، دي اول حاجه، فاقد الثقه في نفسه تماما. عليه ضغوط كبير من طول الوقت، هو حاسس ان الجمهور طول الوقت مترقب له ومستنينه وبيقيمه بشكل سلبي طوال الوقت، فده مسبب له توتر ضغط مخليه مش عارف ياخد القرار الصح. يعني هو طول الوقت مش عارف قبل ما يستلم الكوره مش قادر يقرر، وبتظهر في دماغه بيتشتت، ده بسبب الضغوط. لكن انا بشوف ان بعد 10 سنين دوري ممتاز مروان محسن مفترض نتعلم حاجات تانية، لكن انا شايفه مازال في النقطه اللي بدا بيها، يعني في الاساسيات. انت النهارده 30 سنه وفي اساسيات لسه عند مروان وعند مهاجم الدوري المصري بلا استثناء. يعني مثلا في لقطه ايه يا امير، طول الوقت مروان محسن بيستلم ظهره للملعب، يعني ولا مره حسيت ان مروان وهو بيستلم بيحاول يغير اتجاهه. يعني ده كله ناتج عن ضغوط اللي ممكن تكون على مروان مثلا، ممكن، بس انا بقول لك ده في الدوري. مطلوب ايه منه عشان باذن الله كده يكون موفق للفتره الجايه، خصوصا أولا ان انت مروان ده لعيب يعني متوقع منه افضل من كده بكتير، لان هو عنده قدراته الشخصيه اللي تليق بالنادي الاهلي. طيب مطلوب منه اولا انه يتخلص من الضغوط، ان هو يقفل السوشيال تماما، ما يسمعش لاي حد. يتذكر كويس جدا ان هو مهاجم منتخب مصر في السنين الطويله اللي فاتت، يجدد حوافزه ودوافعه بنفسه. مطلوب من الجهاز الفني يساعده، مطلوب من زمايله يساعدوه. محتاج توفيق طبعا، محتاج توفيق ان هو يسجل هدف واثنين ويبدا ياخد اكتر. كمان فكره ان مروان بيلعب ماتش وازارو ماتش برده دي مأثره على الاثنين، يعني يمكن هما الاثنين مستواهم مش في التوب فورم، فعشان توصل للتوب فورم انت محتاج تاخد بشكل متكرر. يعني ده او ده، يعني انا شايف ان من الاخطاء اللي وقعنا فيها ان كان لازم ازارو ياخد بشكل اكتر او مروان ياخد بشكل مستمر. ويمكن كنت بايد ازارو اكتر، لان انا شايف ان ازارو سجل عدد كويس من الاهداف، سجل 4 اهداف متهيألي في اخر شهر. وكان لو حصل على وقت اكتر متهيألي كان افضل لينا دلوقتي وافضل للاهلي انه يكون موجود. كمان هو بيعمل ادوار ثانيه غير انه بيسجل، فكنا ممكن نستفيد بيه. غير مروان، انا بشوف برضو ان احمد الشيخ بيتعرض لنفس الضغوط. ويمكن انا كتبت وقلت ان احمد الشيخ يا جماعه لازم الناس تفهم انه مش لاعب سوبر ستار، لكن هو لاعب مهم في الفرقه. يعني ايه لاعب مهم في الفرقه؟ النهارده وانت بتنافس على 3 بطولات، او الاهلي جمهور الاهلي بيحلم انه يستعيد ويحقق خماسيه في موسم من جديد، انت تفوز بكل البطولات، فانت محتاج قائمه كبيره من اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين. لما يكون عندك هذا القمة من الاصابات الايقافات مع ضغوط المباريات لما تصل للادوار الاقصائيه في دوري ابطال افريقيا، فانت محتاج لاعب بديل في صف ثاني او حتى صف ثالث يكون يقدر يعمل اللي بيعمله احمد الشيخ حاليا. ان هو بيخليك تكسب، ان هو بيسجل. يعني معنى كده فوز النادي الاهلي في المباريات الاخيره في ظل غياب بعض اللاعبين ده يحسب للاعيب مثلا زي احمد الشيخ، لعيب زي اليو ديانج ما كانوش بيلعبوا بشكل اساسي. صحيح. ده بالنسبه يحسب صحيح نجاح عظيم جدا للجهاز الفني ونجاح للاعبين، لازم يعرفوا انهم انجزوا. ده حقيقي فعلا، انتوا انجزتوا وحققت المطلوب منك. مش هتقدم نفس اللي بيقدمه رمضان صبحي وحسين الشحات، لكن انت مع الوقت ممكن توصل لده. هو طبعا في اختلاف في جوده اللاعب وقدرات اللاعب، لكن انت نجحت ان انت تشيل الفرقه فعلا. يمكن الاهلي في السنين اللي فاتت لما كان بيتصاب حد مهم في الفرقه كنا بنعاني، لما نعتمد على اسلام محارب كبديل او ميدو جابر كبديل، فكانت الفجوه الكبيره ما بين البديل والاساسي مسببه دايما دروب في النتائج، كان الاهلي نتائجه بتقع. لكن حاليا الاهلي ما وقعش مع احمد الشيخ ومع جيرالدو وحتى مع مروان محسن مع لو ديانج، الاهلي قدر يستمر. ما قدمش نفس المردود، ما قدمش نفس المستوى، لكن انت حافظت على نفس النتائج. اعتقد دي تدي ثقه لاحمد الشيخ، اعتقد دي تدي ثقه لجمهور الاهلي، وتخلي الناس المفروض يلتفوا حوالين اللاعبين الفتره الجايه، لانك هتحتاجهم قوي قوي طبعا مع ضغط المباريات الفتره الجايه. انت محتاج كل لعيب في القائمه في الحقيقه في ظل المنافسه في بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني صحيح بتشوف المنافسه ازاي في بطوله الدوري؟ طيب بعد تفوق الاهلي ووصوله للفوز رقم 9 على التوالي،
ما فيش منافسه في الدوري المصري خلاص. يمكن ما فيش منافسه. ما فيش منافسه. يمكن انا في حتى في بدايه انطلاقه الموسم يا امير قلت لك الاهلي السنه دي بدا بشكل قوي، وطالما الاهلي بدا بشكل قوي خلاص يعني مش هيبقى في منافسه. الاهلي قادر ان هو يحسم الدوري. طب ليه الزمالك ما يقعدش في المنافسه مثلا بيراميدز؟ حتى لو الزمالك او بيراميدز عاد مش هيقدر يقدم نفس الارقام اللي بيقدمها الاهلي. يعني هو الاهلي خلاص قطع شوط كبير جدا وبعد بمسافه بعيده قوي. وكمان الاهلي اللي بيخلينا نقول الكلام ده دايما، الاهلي مش في افضل حالاته. الاهلي يا جماعه بيلعب باي 11 لاعب. الاهلي بيلعب تحت في ظروف صعبه جدا جدا وبيقدم النتائج دي. 25 هدف في 9 مباريات وهدف واحد عدد كبير في الحقيقه. يعني انت الفارق 24 هدف، انت المركز الثاني في الدوري المقاولين العرب عامل فارق 8 اهداف. يعني نشوف المسافه بينك حتى في فكره التهديف في الاستقبال. المقاولين مسجل 14 ومستقبل 8 اهداف 6 اهداف. ففي فارق كبير جدا، فجوه، في فجوه عظيمه جدا جدا تخليك تقول ان لا انا مش شايف اي منافسه في الدوري، واخشى ان ده ياثر على الاهلي بالسلب. امبارح كانت سادس مباراه على التوالي الاهلي ما يدخلش فيه اهداف، وده رقم كويس جدا في الحقيقه برضه. طبعا يحسب لخط الدفاع ويحسب للشناوي بكل تاكيد. صحيح، عشان كده انا كنت بشيد من البدايه بفايلر انه دايما مركز قوي انا ازاي ما حدش يوصل لمرمايا. يعني فكره امبارح ما كنتش مبسوط بان احمد فتحي بيلعب باك شمال، وده اثر جدا لو علي معلول مكان فتحي وكان فيه جناح كانت الفعاليه الهجوميه للاهلي هتبقى افضل. لكن الاهلي امن نفسه دفاعيا بشكل قوي جدا، ما فيش مرتده قادر توصل لمرمى الاهلي. يعني واحده من ازمات فايلر اللي ممكن يواجهها كفريق بيمتلك الكره طول الوقت وبيكسب وبيصنع عدد فرص كبير الارتداد. يعني اكبر ازمه يا امير بتواجه جوارديولا حاليا. دايما جوارديولا طول الوقت مشغول بفكره ازاي هواجه. انا مستحوذ خلاص طبعا. 70%، واي فريق في العالم بينزل قدامي بيقول خلاص انا 70%، بس انا ايه هاخد منك امتيازات تانية. ايه هي؟ انت هتسيبني المساحه يا عم وانا هاخد منك شويه مرتدات. فجوارديولا طول الوقت في حياته يقول لك انا بشتغل على 30% التانية. انا مش هبقى حلو بال 70%، انا 30% الكوره مش معايا، ازاي اقفل المساحات المتاحه قدامي. عشان كده السنه اللي فاتت كان بعد مباراه بورنموث كسبان 1-0 طلع ان قال ان دي افضل مباراه في الموسم، رغم انه كان كسبان 6-0 و5-0 و4-0 خمس مرات، كان عامل موسم غير عادي. لكن اشاد بالمباراه دي ليه؟ لانه نجح يخلي عدد تمريرات بورنموث 100 تمريره فقط، رغم ان بورنموث كان عدد تمريراته 350 تمريره. كمان عدد التمريرات في نص ملعب في نص ملعب مانشستر سيتي في الارتداد كانت 50 طوال 90 دقيقه في ملعب بورنموث. فهنا شغل فايلر، ازاي انا ما خليش خصمي يعمل عدد تمريرات كبير في منتصف ملعبي، لان انا صاحب، انا دايما بعمل كثافه عدديه في الثلث الاخير فهيحصل عليا ارتداد. فانا ازاي اواجه الارتداد ده؟ امبارح هو بيلعب احمد فتحي كمدافع ثالث ومقرب المسافات، حارم الخصم اولا من ان هو يطلع من تحت، ولو طلع بيبقى مامن نفسه ودفاعيا بشكل كويس جدا. الدروب ده لما حصل عند جوارديولا مانشستر سيتي وقع. النهارده اصبح متوسط التمريرات في ملعب مانشستر سيتي 70 تمريره. فانا شايف ان فايلر ناجح في الجزء اللي هو طب وانا مش معايا الكوره بعمل ايه. في الشوط الاول امبارح قصدك، يعني الجوانب الايجابيه من الشوط الاول بالنسبه لمستر فايلر جدا. هو ساب الكوره، يعني ساب المقصه يشاركوا طواعيه، يعني بمزاجه مش غصب عن المقصه. كان 48% مقابل 52، يمكن الناس ما كانتش متوقعه كده، كانت متوقعه الاهلي، لكن كان بمزاجه لان هو عارف انه مش محتاج يستعجل الفوز، وعارف ان هو الفوز بيجي ازاي. فانا مبسوط بفكره ان هو ازاي بيامن دفاعيا. يعني ده جانب مهم جدا، المدرب اللي بيامن نفسه اولا، حتى هو بيمتلك الكوره بيدور لما اخسرها انا ازاي هحرم الخصم ان هو يوصل لمرماي. ده جانب مهم جدا، انا مبسوط جدا من مستر فايلر ان هو مركز فيه، لان هو ده اللي هيواجهك في دوري ابطال افريقيا. انت دايما هتقابل ناس عندها قدره على الارتداد السريع جدا، قدره على تشكيل الخطوره من خلال الوصول للمرمى باقل عدد من التمريرات. فبالتالي النهارده انا بشوف ان الراجل قادر يامن كويس، قادر يخلق صعوبات كبيره جدا لاي خصم في الثلث الاخير في الجانب الدفاعي، فده مهم جدا. طيب بالنسبه للمنافسه في دوري ابطال افريقيا، احنا عندنا طبعا مباراه اف سي مصر المباراه اللي جايه، بعديها بلاتينيوم على طول، في يعني منافسه مشتعله ما بين الاهلي والنجم والهلال. بتشوف الشكل ازاي المجموعه ومين يقدر يتاهل في النهائي؟ طيب احنا يمكن احنا بعد خساره النجم استحلي، انا قلت معاك هنا امير ان الاهلي هيصعد مركز اول ب 13 نقطه ان شاء الله، هرجع لك برضو هيرجع ب 13 نقطه بكررها تاني. هنقدر ان شاء الله ان احنا نتخطى بلاتينيوم. في فجوه، في فارق بيننا وبين الفريق، الاهلي افضل كتير جدا، هنقدر نحقق المكسب ان شاء الله ونوصل للنقطه 9. النجم الساحلي احنا كنا افضل ب 10 لاعبين في تونس، يعني بالزبط. الحمد لله، يعني الاهلي رغم الخساره يمكن اكتر مباراه جمهور الاهلي حصل فيها اجماع واشاده بقدره فايلر كمان على قراءه التفاصيل والتغييرات اللي عملها في المباراه دي ما ننساهاش طبعا، والتحولات الكتير اللي حصلت في طريقه اللعب.
كنا افضل بشكل كبير جدا. اعتقد ان احنا مع استعاده نجوم الفريق الفتره الجايه والمباراه تبقى على ارضنا، اعتقد ان الاهلي يقدر في المباراه دي يحسم تاهله قبل ما يلعب مباراه الهلال الاخيره في السودان، اعتمادا بقى نشوف احنا بقى نتائج الهلال والنجم هيصاروا على البطاقه الثانيه. هي اصعب مجموعه في الحقيقه. في الحقيقه اصعب مجموعه. اي مجموعه فيها ثلاثه بيتنافسوا خلاص هي كده المجموعه معقده جدا، لكن ممكن انت يبقى معاك فريق قوي جدا جدا لكن انت ضامن التاهل معاه اول وثاني شكرا هتتنافسوا عليها. لكن الاهلي القرعه يعني كانت يمكن اقوى مجموعه في البطوله فعلا. لكن الاهلي فيه انا شايف ان الاهلي فارق عن كل الانديه اللي معاه وان الاهلي يستطيع يحسم التاهل في الصداره باذن الله. باذن الله. ده هيخلينا نتطرق لتصريح شريف كرومي النهارده ولما قال لو احنا ما عندناش الحميه للفوز بافريقيا يبقى بنهرج. اهميه تصريح زي ده من كابتن من كباتن فريق النادي الاهلي، ولما كابتن كبير زي شريف اكرامي يتكلم بالطريقه دي ويتكلم بالاصرار والعزيمه دي على بطوله دوري ابطال افريقيا اكيد الكلام ده هيوصل بشكل ايجابي جدا للاعبين زمايله في الفريق، فبالتالي الهدف باذن الله يقدر يتحقق. رايك ايه في التصريح ده؟ انا شايف تصريح كابتن شريف هو انعكاس للحاله اللي هو حاسسها حلوة في الفريق. هو كويس. الطبيعي ان اي نجم او قائد في النادي الاهلي بيقول ان احنا بننافس في بطوله افريقيا تحت اي وضع لان ده النادي الاهلي، لكن النهارده انا شايف الثقه الكبيره عند كابتن شريف انه بيقول احنا يا جماعه يعني ايه ما ننافسش على افريقيا، ده تهريجي يعني. انا فاهم التصريح ده كويس جدا، فده بيعكس خصوصا بعد ما وصلنا النهائي مرتين ورا بعض وخرجنا السنه اللي فاتت بشكل مبكر، فلازم السنه دي بقى يبقى شيء هزار يعني لازم ناخد البطوله. طبعا هو بيعبر عن حاله الثقه الكامله اللي وصلت لكابتن اللي وصلت لنا كلنا يعني. انا جاي النهارده بقول لك يا امير ان انت وانت قاعد في البيت تقدر تكسب اي فريق في الدوري باي 11 لاعب، ففعلا فعلا حاله الثقه الكبيره اللي وصلت لينا كجمهور اهلي لجمهور الاهلي في الشارع او لينا في الوسط الرياضي او للاعيب النادي الاهلي بتاكد ان فايلر نجح يعمل حاجه مهمه جدا. وفي الحقيقه بدايه فايلر بتفكرني ببدايه جوارديولا مع برشلونه. يعني الاجواء اللي حصلت فيها اختيار فايلر بيفكرني فعلا بطريقه اختيار جوارديولا. يعني جوارديولا لما تم اختياره كان في رفض كامل من كل الاطراف يعني بدايه من الاداره يعني باستثناء رئيس النادي كل مجلس الاداره كان غير موافق على فايلر. الصحافه الكتالونيه كان في اجماع لو ترجع للمانشيتات وقتها الجميع رفض جوارديولا انها مغامره ومقامره غير محسوبه. ازاي تجيب مدرب الاهلي القطري رفضه يعني جوارديولا لما قدم مشروعه للاهلي القطري قالوا له انت لسه بدري عليك يعني انت محتاج خبرات فانت ازاي تجيب ده لبرشلونه يخلف ريكارد. فكان في رهان كبير جدا من يوهان كرويف ورئيس النادي على الاستعانه بجوارديولا على حساب مين؟ على حساب سبيشال وان جوزيه مورينيو اهم مدرب في العالم في التوقيت ده حصل على دوري ابطال اوروبا ودوري انجليزي كان مرشح لبرشلونه كان خلاص اتفق معاه وكان في جلسه في الفعل واتفق على التفاصيل وعلى حاجات كتير جدا. فكونك ان انت تعمل المغامره دي كانت طلعوا بالمشروع بتاع جوارديولا يعني يمكن جوارديولا يا امير وهو بيتكلم في حكاياته بيحكي عن لقاء برئيس النادي بيقول ان هو نفسه رئيس النادي كان شاكك فيها يعني رغم ان هو اللي مصر عليا لكن هو كان عنده شكوك اكيد. فيمكن الكابتن محمود الخطيب تعرض لنفس الموقف في بدايه اختيار فايلر ما كانش في حد في مصر بيقول مين ده لدرجه ان المنافسين قال لك ده انا قعدت معاه وده اقل واحد في السيره الذاتيه. الجمهور بما فيهم جمهور الاهلي كان فيه هجوم شديد جدا انت ازاي تجيب مدرب سيرته الذاتيه مش قويه احنا محتاجين مدرب زي فلان وفلان وفلان. حتى ما تزعلش مني بعض اعضاء مجلس الاداره قالوا ده اختيار كابتن محمود الخطيب وحده يعني نفس الظروف مشابهه تماما للي حصل في طريقه اختيار جوارديولا. وفي النهايه بعد اسابيع قليله جدا وبعد شهور قليله جدا يعني ما فيش حد هو الضغط كان ساعتها جامد جدا ساعه لما تم التعاقد مع مستر فايلر ف يعني كان في انتقادات كتير جدا لكن ما حدش يا امير يعني الجماهير كانت منتظره سي في قوي لكن واضح ان الرهان كسبان عند الكابتن محمود الخطيب او عند لجنه التخطيط للكره وطبيعي جدا حتى لو حد صرح ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي اختار هو مشرف على الكوره صحيح بالزبط. لكن هو رهان ما يعملوش غير حد واعي قوي وحد درجه او رؤيته للمشهد تختلف عن العوام تختلف عننا كلنا. هو شايف اللي احنا بنشوفه ويمكن ده انعكاس للي قالته فرانس فوتبول في سنه 83 لما كابتن محمود الخطيب حصل على افضل لاعب في افريقيا. يمكن كانت قالت حاجات مهمه جدا من بينها ان الراجل ده بعد الاعتزال هيكون ذو شأن عظيم جدا. يعني هو مش مميز بفعل مهاراته في الملعب لا هو ذكائه يختلف عن كل اللي حواليه بشكل كبير وفي مسافة كبيرة بينه وبين الناس دي. إذن هو بيفكر وبيشوف بطريقة مختلفة عن الناس. هو لازم ياخد حقه دلوقتي يعني احنا لازم كلنا ندي الراجل ده حقه دلوقتي زي ما كان الكل
بيتجاوز وبيمارس. هو لجنه التخطيط للكره ساعتها كابتن طه اسماعيل، منظومه الاداره في الاهلي بشكل كامل بشكل يعني بشكل بس كامل. انا بتكلم على يعني اللي اختاروا اللي قرروا ان هم يتعاقدوا مع مستر فايلر. صحيح صحيح بالضبط. لكن انا شايف ان كابتن محمود الخطيب هو اللي تحمل الانتقادات يعني هو اللي تحمل كل الهجوم، والى الان لم يذكر اي كلمه، ما حاولش يستفز الناس، ما حاولش يقول اللي انا عملته او اللي انا اخترته او اللي انا قعدت معاه، ما بيتكلمش خالص، لان فعلا الاساطير ما بيتكلموش عن نفسهم يعني هو عشان كده هم ملهمين يعني هم ليهم اثر في المجتمع كبير جدا. فبالفعل هو اختيار بيفكرني دايما ويذكرني بالطريقه اللي تم اختيار جوارديولا بيها. عشان كده انا متفائل ان فايلر حقق في الموسم الاول حاجات مهمه جدا وارقام مهمه جدا، ارقام قياسيه على مستوى النتائج وعلى مستوى التسجيل وعلى مستوى استقبال الاهداف وعلى مستوى البطولات، زي ما جوارديولا في الموسم الاول ليه ايضا حقق 6 بطولات وكانت البطولات يعني السداسيه التاريخيه اللي مفيش اي نادي في العالم قدر يحققها. بالظبط. طيب عايز اتكلم معاك شويه على ملف الحكام، خصوصا بعد بيان النادي الاسماعيلي بالامس وبيان الاتحاد السكندري بسبب الاخطاء التحكيميه، وكان الاهلي زمان هو اللي بيتكلم لوحده في الموضوع ده، دلوقتي اكتر من نادي دخل في القصه دي وبيعترض على الحكام. اولا تقييمك ايه للمستوى التحكيمي هذا الموسم، والحل من وجهه نظرك عشان نتخلص من المشكله دي؟ انا هي هتفضل موجوده المشكله، بس اكيد في بعض الجوانب ممكن تعالج نسبيا. بس انا شايف ان التحكيم مازال بيعاني قصور ومشاكل الكره المصريه عموما بتعاني منها، يعني هو ضحيه غياب التخطيط، ضحيه غياب فكره انتقاء المدرب من وهو صغير وانت ازاي بتاهله وتدربه، مين بيشتغل عليه، ثقافته، حاجات كتير جدا احنا مهملين فيها في تربيه الحكم من هو صغير. فانا شايف ان احنا ما بنجنيش مشاكل النهارده او مشاكل امبارح، لا ده مشاكل عشان خاطر احنا ما بنشتغلش بشكل مخطط من فتره طويله جدا. لكن انا شايف ان الحكام في مصر رغم غياب الجمهور لكن بيتعرضوا لنوع اكبر من الضغط، فكره الضغط، ضغط المسؤولين والضغط الاعلامي. حاليا دلوقتي اصبح كل نادي بيمارس ضغط غير طبيعي على الحكم علشان يقلل من الاخطاء اللي ضده. يعني هو دلوقتي النهارده نادي فلان بيطلع ببيان من بدري قوي عشان خاطر عارف ان هيحصل ضده او بيجنب نفسه في الفتره الجايه اخطاء ضده، فالحكم طول الوقت حاسس بالضغط وخايف ان النادي فلان يهاجمه وخايف ان مش عارف مين يتكلم عنه. فانا شايف ان احنا محتاجين اولا نسن قانون وتشريع ولايحه تقول المسؤول اللي يعلق على اداء التحكيم يعلق مش ينتقد، يعلق، يعني ما ينفعش مسؤول ايا كان انه يعلق على اداء التحكيم. نجرب شويه، يعني نجرب موسم كده ان احنا نبطل نعلق على اداء التحكيم، نبطل نقفل الفضائيات اللي قرار زي ده هيجي من مين؟ من اتحاد الكوره. طب ما في قرارات من اتحاد الكوره لجنه البطوله تنفذها، يبقى هم مش قادرين، يبقى مش ده مش موقعهم. يعني انت في النهايه لو مش قادر تنفذ وتطبق اللائحه وتطبق القانون والتشريع، يبقى انت مش مؤهل ان انت تكون في المنطقه دي. لو انت مش مؤهل انا مش شايف ان انت تعتذر لو مش قادر تلم الموضوع بشكل سريع. فالحل في ازمه التحكيم حقيقي هي اولا ان انت النهارده تقفل عمليه الضغوط وعمليه هجوم المسؤولين والبيانات اللي بتحصل ديت، ما بتحصلش في اي حته في العالم. انا النهارده الدوري الانجليزي اسوأ تحكيم في العالم، كان أسوأ تحكيم في العالم حتى بتقنيه الفار. يعني انت شوف النهارده الفيفا تدخل قال ان احنا بيطبقوا طريقه الفار غلط زياده عن اللزوم. يعني هو في لا، وكمان في امير، انا بشوف من دلوقتي ان هيحصل تعديلات في الفار في العالم بشكل عام، لان انا شفت ان في لعبه مثلا في نص الملعب فاول، فانا عملت فاول بس خدت الكوره احنا 2-5 او 3-7، عملنا مجهود كبير جدا وضخم جدا سواء من نص الملعب او على الطرف عشان نوصل نسجل، فترجعني الفاول من اول امبارح تحسبه. فلا ده انا شايف ان ده قصور وعيب. انا لما بس على فكره فيها اثاره برضه، اللي هي ان انت يعني لما تجيب جون مثلا ويطلع في الاخر جون مش صحيح بتستنى، يعني فيها جزء من الاثاره، بس في اهدار لحق لاعب عمل جهد كبير بعدها وراوغ واحد واثنين انا بقول لك طب افرض القرار كان صح ان يبقى في استمراريه في اللعب، يبقى انت ضيعت هجمه على اللاعب ده وضيعت مجهود كبير جدا من خلاله جاب هدف. صحيح، بس انا بقول لك انا اتقبل ان يكون في خطا في نص الملعب، لان الجون هنا تسجل كفاءه لاعبين مش خطا. يعني انا لما اكون انا 2-5 وقدرنا نسجل هدف فدي فيها كفاءه عاليه، فانا ما ينفعش احرم لاعب من الجهد الكبير اللي عمله ده. هو الهدف في النهايه ما جاش بسبب الخطا بقدر ما هو جه لان كان في ضعف عندك انت كمدافعين، انتوا ازاي ما قدرتوش تواجهوا 2 مهاجمين. فانا شايف ان هو لازم يكون في اخطاء في كره القدم، لازم بس الخطا ده ما يكونش مؤثر بالضرر الكبيره. يعني ايه؟ يعني يقتصر مثلا على حالات التسلل، يقتصر على العنف المتعمد، يقتصر على الهدف نفسه، انما ما ترجعنيش نص الملعب او ما ترجعنيش لكره على الطرف من بدري قوي بقالي 3
3 ايام عملت 20 لمسه بعدها وترجعني ليها. في انديه استفادت من ده السنه دي، يعني في انديه فعليا اهداف اتسجلت فيها بعد 7 تمريرات و8 تمريرات واتلغت. ليفربول مرتين حصل معاه نفس الموقف. فانت شوف لفتات جمهور مانشستر سيتي السنه دي واكتر من نادي برده في انتقاد غير عادي. فانا عايز اقول ان انجلترا مهد كره القدم عندها المشاكل التحكيميه بشكل مرعب. يعني لازم يبقى في ضوابط لتطبيق تقنيه الفار، او مثلا ان انت تستخدمها كحكم صحيح في حالات معينه. هي البدايه انت ابتدات تكتشف اخطاء. انا بشوف ان ده واحد من الاخطاء، ان انت تبقى خطا قديم قوي فترجعني ليه. وانا شايف ده هياثر على اللعبه. فانا شايف ان الفيفا الفتره الجايه ممكن من ضمن الاخطاء اللي يفكر في انه يعيد صياغتها هو الخطا ده. انا رحت لمنطقه الفار ورحت لانجلترا عشان اقول ان احنا في دول كبيره جدا وفي دوريات عاليه قوي وعندها الامكانيات والقدرات، ورغم ده يا امير بيبقى في اخطاء واخطاء جسيمه. انا بشوف حكم ده جزء من اللعبه في الحقيقه يا امير. حكام انجلترا يا امير يعني تخان بشكل مرعب. لا لا بس بالعكس بالعكس يا سعيد، ما شاء الله اللياقه ايه وجري ايه طول الماتش. انت عارف الريتم في انجلترا عامل ازاي يعني. حاليا الريتم عالي جدا عشان كده الحكام بعيد عن العاب كتير جدا. حكام انجلترا معتمدين على الفار شويه، هم معتمدين على فكره ايه، ان هو خبره وهادي عنده شخصيه. لكن الجانب البدني عند حكام انجلترا واقع جدا. طب احنا عندنا فار في مصر ولا مش هيبقى عندنا فار في مصر؟ ان شاء الله يبقى عندنا. اصل في ناس بتقول هيبقى فيه وناس تقول ما فيش. يعني الدور الثاني يقولوا هيبقى فيه فار في الدور الثاني، الناس تقول لك لا صعب الموسم ده. انت معلوماتك ايه؟ هيبقى فيه فار، هيبقى في فار في الدور الثاني. بس ازاي والحكام ما اتمرنوش كويس على التقنيه دي؟ في مجموعه من الحكام حصلوا على دورات، يعني في مجموعه من الحكام المصريين حصلوا على دورات اللي هم حكام معتزلين. يعني اتكلمنا معاهم قبل كده، حصلوا على دورات بره مصر في دبي وفي اوروبا وجاهزين ان هم يعملوا ده. لكن انا شايف ان سهوله الدوري فوق بالتحديد مش هتخلق مشاكل في تطبيق تقنيه الفار، لان الاهلي حاسم من بدري قوي في مريح. انا عايز اقول لك ان الاهلي السنه دي تضرر من اخطاء تحكيميه، يعني في اخطاء طبعاً. لكن النتائج اخفت ده. النتائج وانطلاقه الموسم كان في استفاده للخصم واضحه جدا في مباراه المقصه ومباراه وي نقدر نعدها، ورغم ذلك ما اتكلمناش ليه؟ لان في فجوه. فانا اعتقد ان كابتن جمال غندور عنده فرصه تاريخيه انه يعمل حاجه، لان انت ما فيش ضغوط، المنافسه مخلياك مرتاح. عشان انت بتشوف المنافسه خلصت يعني. المنافسه لسه بدري. انا بشكرك يا سعيد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. مشكور جدا ليك يا امير. استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره احنا اجازه مع بعض باذن الله من يوم السبت، وحلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.